السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة عمل الكيك في فرن الميكرويف. عملناه مع بعض قبل كده في دقايق في الميكرويف. إن شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقته في الفرن أحلى وأطيب بكتير من الميكرويف نفسه. هنعمل مع بعض كيكة البرتقال نفس المقادير اللي عملناها مع بعض قبل كده، حتى هستخدم معاكم نفس الصينية علشان تشوفوا النتيجة في الآخر والفرق ما بينهم. المقادير: في بولة ضفت كوباية ونص من السكر مع 5 بيضات في حرارة المطبخ، هضيف عليهم الفانيليا وهخلط بالمضرب لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح ويبقى كريمي. بعد كده هضيف عليهم كوباية من الزيت، نص كوباية عصير برتقال، ربع كوباية من الحليب، هخلطهم لمدة ثواني لحد بس ما المقادير تندمج مع بعض. بعد كده عندي في البولة هنا 2 دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج بودر وبشر برتقال. هبدأ أضيف من الخليط ده بالتدريج وهخلط لحد ما العجينة الكيك تتكون معايا أو تتشكل معايا، بتبقى عجينة سايلة شوية بس بيبقى قوامها تقيل، مش سايل للدرجة السايلة يعني، لا بيبقى قوامها تقيل شوية. وبنفس الصينية برضو اللي استخدمتها معاكم دهنتها الاول زيت ورشة من الدقيق، هضيف الخليط، هسيب حوالي نص كوباية من الخليط، ضفت عليهم 2 معلقة كبار من بودرة الكاكاو الخام الغير محلى وهضيفهم بشكل عشوائي على الوش. عندي هنا البرنامج، هستخدم برنامج المزج مع الشواية، وهو ده برنامج الفرن، ده فرن الميكرويف. هضغط على وضع الطهي الاول الميكرويف الجريل، وبعدين تالت ضغطة هو الفرن، هيجي لي درجة الحرارة بتبدأ من 180. انا هعمل الكيك على 180، فهعمل ستار وبعد كده هبدأ اظبط التايم او الوقت. انا عندي 2 كوباية الدقيق هيحتاجوا 55 دقيقة، وبعد كده هنضغط ستار. لو المقادير اقل من كده هتاخد وقت اقل من كده. وده كده تمام بعد نهاية البرنامج، اول ما بيجي اند بنعمل ستوب وبعد كده بنسيبه لحد ما بيبرد تمام، لحد ما الكول دي تنتهي. فده عندي نتيجة الكيك في فرن الميكروويف، ريحة تحفة جدا زي فرن الغاز بالظبط، والطعم طبعا تحفة زي النتيجة ويمكن أطيب كمان زي نتيجة الفرن. فرن الميكروويف عموما أو الفرن الكهرباء بيبقى حلو جدا في الكيك والمعجنات، وخاصة للناس اللي دايما بتشتكي إن فرن الغاز بتاعهم مش بيعرفوا يظبطوا فيه المعجنات أو الكيك، فبتبقى فكرة حلوة جدا إن هم يعملوه في فرن الميكروويف، بيديهم النتيجة المطلوبة وبيبقى الكيكة صينية الكيك السوا بتاعها متساوي في الصينية كلها، مفيش حتة معجنة مفيش حتة ساقطة، واللون كمان موحد ما بين فوق وتحت والجوانب، واخدة اللون المثالي للكيك. فجربوا الكيك في فرن الميكرويف، خاصة لو بتشتكوا من فرن الغاز هيعجبكم جدا وهتعتمدوها، وطريقة سهلة جدا مش بتحتاج ان انت تسخني الفرن مسبقا او اي حاجة من الحاجات اللي بنعملها في فرن الغاز. ودرجة الحرارة كمان في فرن الميكروويف بتبقى اكيد يعني 180، بتبقى فعلا 180 مش زي الغاز. فده نتيجة الكيك، ودي كيكة البرتقال، اعتمدوا المقادير ديت هتعجبكم جدا. الافضل دايما اول ما الكيك يطلع من الفرن ان احنا نغطيها بورق زبدة وعليها فوطة ونسيبها لحد ما تبرد تماما، وبعد كده بنقطعها. والافضل كمان عشان تديكي طعم احلى انك تعمليها قبل التقديم بيوم او بليلة. عملنا وصفات كتير في الميكروويف، ان شاء الله كل الفيديوهات في قائمة هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. مع السلامة.